السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك ازيك يا يوسف؟ تمام؟ تمام الحمد لله يا دكتور. تمام الحمد لله. آه، ان شاء الله احنا اوكي احنا بدأنا المرة اللي فاتت قلنا في أول جزء عندنا في الكورس اللي هو الإلكترونيك ماتيريالز فعلا اتكلمنا ان ديتيلز عن السيمي كونداكتورز ك... يعني كبوندنج نوع البوند ايه. اتكلمنا عن بتاع اتومز والكريستالين ستراكشر وكلمنا ازاي بزود الكوندكتيفيتي عن طريق الدوبنج لان تايب والبي تايب وكلمنا عن الكارنس. يعني هنبتدي بقى بالكارنس، كارفيوجن بس كده احنا قلنا في نوعين من الكارنس، دريفت وديفيوجن الدريفت كان ليه كونديشن في كونديشن ان لازم يكون في الكتريك فيلد معنى كده ان لو في electric field موجود ابلاي يعني في electric field يعني ايه electric field؟ يعني في باتري ابلاي يعني في فولتج ما هو لو في فولتج بولاريتي بوزيتيف ونيجاتيف كده يبقى في electric field في الدايركشن اللي قدامكم ده من البوزيتيف للايه؟ للنيجاتيف في الحاله ديت ال electric field ده بيسبب current اسمه drift current الدريفت current ده نسيتي جي ان اوكي دريفت بيساوي سيجما ان في الالكتريك فيلد وجي بي دريفت بيساوي سيجما بي اه جي ان دريفت بيساوي سيجما ان في الالكتريك فيلد وجي بي دريفت بيساوي سيجما بي في الالكتريك فيلد ايه السيجما الكوندكتيفيتي وطبعا الجي ان والجي بي الدايركشن بتاعهم هو نفس الدايركشن اوف ذا الكتريك فيلد عشان كده التوتال كارنت هو السبميشن بتاعهم على طول دايركت بس ده توتال كارنت ايه ده دريفت برضه كارنت والتوتال كوندكتيفيتي هي سيجما ان بلس سيجما بي ايه سيجما ان هي عباره عن كيو الالكترون تشارج في ان في الموبيليتي ميو ان والسيجما بي هي عباره عن كيو في بي في الموبيليتي اللي هي ميو بي اوكي يبقى دي كده التوتال كوندكتيفيتي طبعا ممكن نطلب منك ان انت تطلع التوتال ريزيستنس مثلا بتاع لو مديك بار كده من السيمي كوندكتور الرو بتساوي رو ال على ايه ار آه بتساوي رو ال على ايه او بتساوي ال إيه. على سيجما ايه اوكي فانت بتجيب الكوندكتيفيتي والمقصود هنا بالكوندكتيفيتي اللي هي التوتال طبعا سيجما ان بلس سيجما بي بس من حقك ان انت تنجلكت ايه اوكي جود آه او ترم من الـ من التو تيرمز بتاع الكوندكتيفيتي يعني ممكن تنجلكت سيجما بي في حاله ايه امتى تنجلكت سيجما بي او ما يكونش ليها ايفكت في الايه في التوتال كوندكتيفيتي بتاعه السيمي كوندكتور هم لي احنا عندنا التوتال كوندكتيفيتي سيجما بتساوي سيجما ان بلس سيجما بي بتساوي المجموع ده امتى اقول انا نجلكت الايه الجزء ده لو مفيش هول لا اي ماتيريال فيها هولز وفيها الكترونز فيها yeah. بس لو الالكترونز كتيره قوي 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 فالترم الاولاني ده هيبقى كبير جدا جدا والهولز لو قليله ماينوريتي يبقى الترم ده صغير وكان كان بي neglected يعني في اي حاله الان تايب سيمي كوندكتور مش في الان طيب الالكترونز تبقى كتيره جدا اكتر بكتير جدا من الهولز صح ولا ايه؟ اه يعني بص كده كان في حتى اكزامبل كده اهو ده بص كده ده كان ان تايب بص الان طلعت بكم؟ ال N طلعت 10 باور 17، ال B طلعت كام؟ 2.25 10 باور كام 3، بصوا صغيرة جدا، فلو أنا هنا في الحالة دي كملت الإيه الإكزامبل ده وجبت السيجما B وسيجما N، تخيل سيجما N هتبقى Q الإلكترون شارج ثابتة في الاثنين، في N اللي هي 10 باور 17، في ميو N السيجما B هتبقى Q، أوكي، في B اللي هي صغيرة في ميو P عشان كده الترم بتاع سيجما بي هيبقى اصغر بكتير من الترم بتاع مين سيجما ان واضح يبقى اوكي من حقك طبعا من حقك ان انت ممكن تنجليكت البارت طالما كنت صغيره او تاثيره الايفكت بتاعه ايه قليل جداً, جدا يبقى اول حاجه بقى في الدريفت كارنت يهمنا حاجتين الإكسبراشن بتاع الكارنت كل كارنت دنسيتي ايكوال كوندكتيفيتي في الالكتريك فيلد وتاني حاجة الـ direction، والـ direction من غير تفكير، من غير تفكير، in the same direction of the electric field، تمام؟ طب الـ diffusion، من اسمه بيحصل diffusion للـ زي اللي هي الـ electrons والـ, والـ طب إيه, ايه الـ condition؟ هل الـ condition electric field؟ لأ، أمال إيه الـ condition بتاع الـ diffusion current؟ إمتى أقول إن في diffusion current؟ يبقى في اختلاف في الكونسنتريشن لما يبقى فيه ايه الكونسنتريشن مختلفه يعني تمام اللي هو بنسميها كونسنتريشن جريدينت صح ان انا يبقى فيه سلوب عندي يعني في دي ان باي دي اكس في دي بي باي دي اكس موجوده اوكي هاز نون زيرو فاليو بمعنى ان في ريجنز فيها كونسنتريشن اعلى من ريجنز الثانيه يبقى في الحاله ديت اوكي هيبقى في ديفيوجن للكارييرز من الاعلى للاقل وبالتالي هيبقى في كارنت طيب حاجتين اجيب الفاليو بتاعه الكارنت ازاي والدايركشن الاثنين مع بعض بجيبهم من الاكسبريشن بتاع الديفيوجن كارنت على طول يعني بس تيك كار ان الجي ان الاكسبريشن بتاعها كيو دي ان دي ان باي دي اكس جي بي نيجاتيف كيو يبقى وانت بتجيب الجي بي خلي بالك ان في نيجاتيف ساين ليه؟ عشان محطوط عشان يبقى الدايركشن بتاع الكرنت ديو تو ذا ديفيوجن اوف ذا هولز صح. فانت لو اوكي لو على حسب البروبلم ابتديت تعوض في الريليشنز هنا والله في الاخر طلع الجي J نيجاتيف يبقى in the opposite direction of x، طلع بوزيتيف يبقى in the same direction of x. واضح؟ اوكي طيب، اخر حاجة طب لو انا عندي الماتيريال بقى لقيت فيها concentration gradient. ولقيت فيها الكتريك فيلد الاثنين موجودين يبقى الكرنت هيكون ديو تو دريفت والديفيوجن دريفت وديفيوجن يعني وانا بجيب الجي بي هيبقى فيه دريفت كومبوننت وديفيوجن وانا بجيب الجي ان هيبقى فيه دريفت كومبوننت وفي ايه ديفيوجن وحتى النت كرنت كله بقى على بعضه بجمع شوف كام كومبوننت اربعه بحطهم كل واحد باشارته بتاعته اوكي ده جي ست... عايز تجيب الاي جاست اضرب في الايه؟ في الكروس سكشن اري دكتور معلش اتفضل يعني هو امتى بيحصل ديفيوجن بس وامتى دريفت ديفيوجن؟ هقول لك ديفيوجن بس لو انا عندي سيمي كوندكتور والكونسنتريشن بيتغير مع البوزيشن وما فيش فولتج انا حاطه يبقى ده ديفيوجن بس ماشي؟ تمام طيب لو جيت حطيت بطاريه بقى على السيمي كوندكتور لا بقى في كمان دريفت لو في الكتريك فيلد احنا قلنا يبقى في دريفت يبقى في الاثنين موجودين اوكي تمام وامتى يبقى في دريفت بس والله لو ما فيش كونسنتريشن لو كان الكونسنتريشن يونيفورملي ديستريبيوتد هوموجينيوس يعني يعني اي بوزيشن في نفس قيمه الكونسنتريشن يبقى دي ان باي دي اكس يبقى ما فيش ديفيوجن يبقى في دريفت بس okay. اوكي تمام اينشتاين بقى لقى ان في ريليشن بين الموبيليتي وده بارامتر مهم في الدريفت كارنت وبين الديفيوجن كوفيشن دي ان الريشيو بينهم ثابته بتساوي الثيرمال فولتج يعني دي ان على ميو ان بتساوي دي بي على ميو بي بتساوي حاجه اسمها في تي اي في تي ده بقى هو كي في تي على كيو اسمه ثيرمال فولتج كي في تي على كيو في تي على كيو ديت قيمتها 25.9 ملي فولت ده اسمه ثيرمال فولتج هو ليه يسموه كده عشان اليونت بتاعته فولتج فهو فولتج بس مش ميجرد فولتج يعني مش بجيب كده ميتر وبقيسه لا ده هو ناتج عن تاثير الايه الايه تمبريتشر او الحراره حتى بيساوي بولتزمان كونستانت كي في تي temperature بالكلفن على كيو طبعا ما تجيش في الامتحان بقى تروح تجيب لي كي وتعوض وتضربها في تي وتقسم على كيو ودي ارقام حاجات ضخمه كده او صغيره جدا اللي هي كيو فممكن تغلط لا احنا عايزين نحفظ كي تي على كيو بالرقم ده على طول 25.9 ملي فولت بس الكلام ده ايه 300 كيلو طب لو انا ات 400 كيلفن طبعا الريليشن لينير مع التمبريتشر فتقدر تجيب الفاليو الجديد على طول من غير ما تعوض بقى في الكي والكيو والكلام ده واضح اوكي okay. بس حبيت ان احنا نعمل ريفيجن على الكرنسي دي ونعرف ان في ان جنرال هما نوعين من الكرنس ممكن يكونوا او احدهم يعني يكون موجود فين في السيمي وكل واحد ليه كونديشن طالما الكونديشن اتحقق يبقى الكرن ده موجود اوكي okay. لو الكونديشن ما اتحققش يبقى ايه كرنت مش موجود ده يخلينا بقى ندخل في اول ديفايس عندنا واحنا كده يعني مطمنين احنا فاهمين يعني الجزء بتاع الماتيريال او السيمي كوندكتور وهتعرفوا ان هو فعلا هيخليكم تفهموا كمان الديفايس شغال ازاي اوكي حد ليه سؤال في الجزء ده قبل ما خلاص بقى ده كان ريفيجن بس تمام اوكي okay. دلوقتي بقى هندخل في الايه البورت الـ اللي بعد كده اللي هو اول ديفايس هاندل وده هنعيش معاه بقى ثلاث محاضرات ولا حاجه اللي هو البي ان جانكشن دايت لان ليه ابلكيشنز كتيره جدا حتى بصوا كده بي ان انا قصدي ايه بالبي ان بي ان آه اول حاجه ان منطقه ريجن تو ريجنز واحده بي تايب والثانيه ان تايب يعني ايه بي تايب بقى انا على طول كنت عايزكم تجاوبوا معايا يعني ايه بي تايب يعني فيها اتوم من جروب 3 ممتاز يعني سيمي كوندكتور زي السيليكون حاطط له ايه دوبنج اتومز من جروب 3 ان تايب يعني سيليكون حطيت له اتومز من جروب a 5 ممتاز فاللي بيحصل في الحقيقه ان انا بجيب بيس اوف سيمي كوندكتور كده مثلا بي تايب زي الشكل اللي على اليمين ده واروح جواه في حته منه كده عن طريق حاجه اسمها ماسك احدد اريا معينه واعمل فيه دوبنج في الحته دي بايه بايه بدونرز كتير اللي هي من جروب a 5 فتتحول ل فبقى عندي منطقه ان والمنطقه الثانيه بي لو خدت الكروس سكشن بيظهر لي الشكل ده كده بقى A B و N كده هو ده الاستراكشر اللي احنا هنشتغل عليه او اوكي للدايت فعشان كده الدايت ده اسمه ايه بي ان جانكشن دايت يعني ايه يعني عباره عن الانترفيس كده ان انت في كونتاكت بين البي والان الكونتاكت ده ليه تاثير وليه بيهيفير هو ده اللي بيدي للاليمنت دوت او للدايت اوكي behavior بتاعه ايه هو behavior بتاعه لو ان البي ان جانكشن دي اولا عندنا هنوصل تيرمينال بالبي اسمها انود وتيرمينال بالان اسمها كاثود دي اللي انت بتشوفهم سلكتين كده طالعين لو انا حطيت فولتج البوزيتيف بتاعه على الانود والنيجاتيف على الكاثود لو ايه لو ان في كارن كبير جدا بيمر لو انا حطيت فولتج على بالنسبه على الانود كي للكاثود لو ان في كارن بيمر وده السبب ان هما لما حاطين سيمبل كده راح حاطينه في صوره سهم فبيقول لك ان السهم ده بيعبر ان فيه كرن كبير جدا بيمر ان ذيس دايركشن وسموا الفولتج في الحاله ديت اسمه على فكره اي فولتج بين ابلايد على اي اليمنت احنا في في السيركتس اوف الالكترونيك بنقول عليه بايس يعني انت كده ايه ان انت اجبرته على حاله معينه كده عمل بايسنج ليه يعني ايه بايسنج يعني اجبرته ان هو يمشى كارنت كبير عشان كده لما بنابلاي فولتج بنقول ايه بايس طيب في الحاله ديت بنقول ده هو الفورورد بايس بتاعه يعني ايه فورورد يعني ده هو البولاريتي لو حطيتها بالشكل ده للفولتج هيمر كارنت كبير في الدايركشن اللي هو بتاع السهم اللي موجود في السيمبل فده اسمه فورورد بايس او فورورد بايسنج طب لو انا عكست البطاريه يعني بدل ما احطها بوزيتيف على الانود ونيجاتيف على الكاثود عكست خليت النيجاتيف على الانود والبوزيتيف على الكاثود الطبيعي ان المفروض الكرنت يمر بالعكس لا بس الكرنت هيلاقي قدامه ايه بارير اوكي بارير كده ده هيخلي الكرنت تقريبا بزيرو فعشان كده السيمبل بتاع الدايود معبر يعني ايه معبر يعني فيه سهم اللي هو ده بيعبر ان في بيقول لك ان في كارنت كبير بيمر في الاتجاه ده بس لو كنت حاطط الفولتج على الانود اوكي مور بوزيتيف عن الكاثود فيمشي كارنت طبيعي اللي هو من البوزيتيف للنيجاتيف كبير جدا انما لو عكست الكارنت تقريبا بزيرو بيقولوا في الحاله الثانيه دي العكس اللي هو ريفيرس او ساعات بيسموها انفرس بايس يبقى الريفيرس بايس ان انا احط بولاريتي الكاثود اكتر مور بوزيتيف عن الانود الفورورد بايس ان انا احط الانود مور بوزيتيف عن الكاثود اوكي يا جماعه وده خلى البروسيس دي اسمها هنعرفها حتى في الابلكيشن بيسموها ريكتيفيكيشن يعني ايه ريكتيفيكيشن يعني توحيد يعني الاليمنت ده ما بيسمحش بالكرنت الا في وان دايركشن اونلي ان هو يمر فيه هل هو بيسمح في الاوبزيت دايركشن انه يمر الكرنت يعني في الريفرس؟ لا فده بيسموها ريكتيفيكيشن هنعرفها في الابلكيشنز ان شاء الله. اوكي؟ يبقى على طول لما بحط فولتج فعلى طول انت بتسال انت البولاريتي شكلها ايه؟ يعني محطوطه ازاي على الدايت؟ فورورد بايس ولا ريفرس بايس؟ ليه؟ لأنه لو فورورد الدايت بيمر كبير كان الدايت سلكه او سويتش مقفول. كلوز سويتش في ريفرس بايس الكرنت تقريبا بزيرو فكان الدايت كانه يا جماعه سويتش ايه مفتوح اه عشان كده الناس بتا... بتعتبر الدايت سيمبلي كده كانه ايه الكترونيك سويتش مش ميكانيكال بقى انا بقفله وافتحه لا ده هو بيبقى اون اور اوف او كلوزد اور اوبن اكوردنج to the polarity of the voltage مهمه جدا يبقى الدايت ده بي ايه اكس ايه ان الكترونيك سويتش اوكي status بتاعته بتعتمد على البولاريتي اوف ذا فولتج فورورد يبقى بيمر الكرنت كبير وعلى قلنا forward؟ يعني ايه فورورد يعني الفولتج بتاع الانود اكتر من الكاثود ريفرس العكس وفي الحاله دي الكرنت اللي هيمر ايه صغير ده يخلينا بقى ندخل جوه الدايت شويه ونبتدي نشوف الكلام ده ليه بيحصل كده حاجة كده جزء صغير فيزيكال كده اوكي وبعد كده ندخل بقى في سيركتس وابليكيشنز اوكي وحاجات ايه ظريفة يعني ان شاء الله اهو يبقى ده الدايت بتاعنا ده بتاعه وده الاستراكشر بتاعه عباره عن بي تايب ريجن وان تايب ريجن وده السبب ان احنا ما كانش ينفع ان احنا ندخل في حاجه زي كده اوكي وما كناش فاهمين يعني ايه بي تايب يعني ايه ان تايب وازاي نخلي ده ان تايب وازاي نخلي بي تايب ان سو طيب ال يعني طبعا الدايت او البي ان جانكشن احنا قلنا عامل زي الايه زي السويتش او زي لو انا في كانالوجي بقى في الميكانيكال سيستم الفالف ساعات بنحط فالفز كده في التيوبس بتاعت المياه في مواسير المياه عشان تمشي الكرنت او او المايه في في دايركشن واحد ساعات مثلا في موتورز بتاعت مياه اللي بترفع المايه ديت او ساعات السخانات تلاقي قديها كده فالف ليه عشان تضمن ان الكرنت الفلو بتاعه في وان دايركشن اللي هو ده ده اسمه الفورورد دايركشن انما لو انا الفلو بتاعي بقى العكس انت عكست تلاقي الفالف ده ايه كلوز مقفول بس ممكن يا دكتور يبقى في كده صم ليكج كده اه وده اللي هنتكلم عنه في الايه في الدايت بتاعه ان ممكن في الريفرس يبقى في جزء كارنت حاجه صغيره قوي فاحنا بنجلكت الفاليو دي عشان كده الناس بتوع الالكترونكس اشتغلوا وطلعوا لنا ريليشن ريليشن بين الكارنت والفولتج للدايت ده فلو انا فرضت ان الفولتج على الدايت اسمه في دايت والديفولت بولاريتي بتاعته اللي هي الفورورد البوزيتيف على الانود والنيجاتيف على الكاثود وده الدايركشن الديفولت دايركشن اوف ذا كارنت اللي هو اي دي لو ان في ريليشن بتوين اي دي وفي دي اللي هي الريليشن دي اي اور اي دي يعني تساوي كونستانت اسمه اي اس هنعرف يعني ايه في نفتح كريب لينير براكتس اكسبوننشال في دي على في تي ماينس 1 ده كده الريليشن واضح يا جماعه قلنا في تي دي احنا عارفينها اسمها Thermal فولتج كي في تي على كيو 25.9 ملي فولت ات 300 كيلو طب ما احنا يا دكتور لو الفولتج ده اللي هو الفي دايد بالديفولت بولاريتي بتاعته يبقى انا كده ايه يا جماعه فورورد صح مش انا كده فورورد بايس اه تمام لو انا عكست البولاريتي معناها كان القيمه احطها نيجاتيف يعني لما اقول لك انا هحط في دي نيجاتيف معناها ان انا هعكس الايه البولاريتي مش هتبقى هي الديفولت هتبقى عكس الديفولت يعني هيبقى هي البوزيتيف على الكاثود والنيجاتيف على في الحاله ديت ده الريفرس طب ما ايه رايكم تعالوا نرسم الفورورد ونرسم الريفرس اهو انا الفورورد اهو الفورورد يعني الفي دي او الفولتج بتاع الاكروس الدايت بالديفولت بولاريتي بتاعته يعني بوزيتيف والله لو الفي دي بوزيتيف يا جماعة وتعالى ناخد قيمة كده ابروكسيميت فاليو نص فولت نص فولت أنا حاطط الفولتج على الدايود نص فولت والفي تي هناخدها سيمبلي كده 25 مللي يبقى الريشيو بينهم كام؟ في دي نص على 25 مللي كام؟ واحد على خمسة يا راجل نص على 25 مللي نص فولت ودي 25 مللي فولت تبقى 20 20 اكسبوننشال uh, 20 حاجه كبيره جدا جدا يعني اقدر احمل الواحد ده اه معنى كده لو انا في الفورورد وي كان ابروكسيميت ذيس ريليشن اوكي تو ايه ان اكسبوننشال ريليشن كده يعني اقول الدايل الكرنت بتاع الدايل بتساوي تقريبا الكونستنت اسمه اي اس اكسبوننشال في دايل على في تي ده ده في الفورورد تعرفين يعني ايه اكسبوننشال ريليشن يا جماعه؟ يعني لو عندك واي بتساوي اكسبوننشال اكس معناه لو الاكس ده اتغير ب فيري سمول فاليو الواي اتغير ازاي؟ الواي تغييره ايه؟ في الاكسبوننشال ريليشن كبير كبير جدا عشان كده لو انت الدايت بتاعك فورورد اي تغيرات صغيره في الفولتج تديك تشينج كبير جدا جدا في قيمه الكارت وده طبيعي لان الاكسبوننشال كيرف بيبقى تنس تو بي فيرتيكال لاين يعني انت تعرف عند قيمه معينه كده تلاقي الفي كان الكرنت طالع فيرتيكال يعني اي تغيرات صغيره جدا 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 في الدايت فولتج يديك تغيرات كبيره جدا في الكرنت واي ولو كيرف فيرتيكال كده وخلي بالك احنا على طول بنرسم الكرنت هو الواي والاكس هي الفولتج ففي الحاله دي السلوب بتاع الفيرتيكال ده يبقى بكام الفيرتيكال لاين السلوب بتاعه ايه vertical لاين يبقى السلوب ايه؟ بزيرو لا بانفينيتي انفينيتي وهو current على voltage. يبقى اذا الفولتج على current بكام؟ انا عندي الكارنت على فولتج بانفينيتي يبقى الفولتج على الكارنت بزيرو يعني كان كانه resistance زيرو ما هو ده اللي احنا قلناه فعلا ان لو انا في الفورورد اوكي وشغال بقى مدي سام voltage كده يشغله في الجزء العالي الاول ده من الاكسبوننشل في الحاله دي كانه بالظبط كانه مقاومه صغيره جدا تنس زيرو طب تعالى نشوف الريفرس في الريفرس وناخد نفس الايه الحاله يعني نحط الفولتج بس بدل بوزيتيف نص فولت نحطها نيجاتيف نص فولت يبقى اكسبوننشل نيجاتيف نص على 25 ملي يبقى اكسبوننشل نيجاتيف 20 اكسبوننشل نيجاتيف 20 ديت صغيره جدا 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 جدا, جداً. يعني نقدر الترم ده نفسه نهمله بالنسبة لل1؟ اه طبعا صح ولا يا جماعة؟ مش ممكن ان نجلكت الترم ده بالنسبة لل1؟ ايوه تمام تمام عشان كده الكارنت في ريفيرس اي دايت بتساوي اي اس في نيجاتيف 1 يعني اي دايت بيساوي نيجاتيف اي اس ده معناه ايه؟ معناه ان فيه في كارنت في ريفيرس في قيمته ايه؟ اي اس واتجاهه عا... عكس الفورورد يعني كده زي ما انا راسم كده ده كده ايه؟ ده اتجاه الكارنت في ريفيرس. عشان كده اي اس دي بيسموها ايه بيقولوا عليها هي قيمه الكرنت بتاع الدايت في الريفرس وهي قيمه ثابته فبيسموها ريفرس ساتيوريشن Current يبقى اي اس اسمها ايه ريفرس ساتيوريشن Current طب هو قيمتها دي قد ايه قيمتها من بيكو امبير لنانو امبير ماكسيمم تعرفين بيكو يعني قد ايه يعني تايم ستام باور نيجاتيف 12 تقريبا صح تخيل بقى يعني صغير قوي قوي والنانو اللي هي 10 باور نيجاتيف 9 يعني حاجه صغيره جدا عشان كده تقريبا ساعات بنعتبرها كانها زيرو يبقى يبقى عندنا الكرنت مع الفولتج ال للدايد بيبقى اكسبوننشال في الفورورد وكونستانت فيري سمول كونستانت في الريفرس ان ذا اوبزيت دايركشن اوف ذا فورورد يعني في الريفرس دايركشن تمام فهي دي الريليشن بتاع الدايد نرجع برضه للسؤال اللي انا قلت احنا هندخل جوه بقى ونشوف الكلام ده بيحصل ازاي، اشمعنى دي اكس كرن كبير جدا فورورد كده لما احط الفولتج بالشكل ده وفي الايه؟ وفي الريفرس بيبقى كرن صغير، وعشان نفهم كده عايزين نشوف الاستراكشر ده نفهمه من غير فولتج خالص عليه، يعني مجرد ايه؟ تخيل ان ايدك اليمين ماسكه ان تايب سيمي ويدك وايدك الشمال ماسكه بي تايب سيمي وروح ورحت حاطتهم ان كونتاكت. ايه اللي بيحصل من غير ما تحط فولتج بقى خالص ايه اللي بيحصل ده هنتكلم عنه دلوقتي اهي انا في ايدي اليمين عملت ايه حطيت ان تايب وفي ايدي الشمال حطيت بي تايب وخليتهم ان كنت ايه اللي هيحصل ده اللي هتكلم عنه حاليا انا هحط فولتج في الحاله دي لا انا هتكلم من غير فولتج ابلاي يعني الفي دايت بكام بي بزيرو عشان كده التايتل هنا بتاع السلايد دي اسمه ايه التايتل هنا ايه ان بايزد بي ان ايه ان بايزد حلو جدا، نشوف بقى لو لو انا عندي ان طيب وبي طيب وخليتهم ان كونتاكت ايه اللي حصل؟ تعال نحكي الحكايه دي. ان الطايب سيمي يعني الماجورتي ان صح ولا ايه؟ ان ان دي الماجورتي كتيره قوي والماينورتي بي ان قليل، طب بي طايب سيمي يعني ماجورتي بي بي كبيره جدا والماينورتي اللي هي ان بي صغيره قوي. طب ما انت يا دكتور لما حطيتهم ان كونتاكت كده اعتبرتهم كانهم وان بيس اوف سيمي كوندكتور اه حته منها ان وحته منها بي تايب صح؟ معنى كده ان انا لو بصيت على الالكترونز هلاقي ان في في كونسنتريشن جريدينت ولا ما فيش؟ ده في وايه كمان ده ضخم ده منطقه فيها ان ان كبيره جدا ومنطقه ان بي صغيره قوي فالتغير الكبير ده او concentration gradient ده يسبب كارنت اسمه ديفيوجن كارن اتجاهه ايه بقى؟ من الشاطر إيه يقول لي اتجاه الكرنت ده ايه؟ طبعا خلي بالكم الالكترونز هتمشي من ال ان ان لل فهتمشي من اليمين للشمال وبالتالي اتجاه الكارنت العكس لان احنا قلنا Conventional دايركشن للكارنت بيبقى عكس مين؟ الالكترونز لانها نيجاتيف فيبقى الجي ان ديفيوجن انا رسمه تحت اهو يمين طيب الهولز هتتحرك من الشمال لليمين يبقى الكرم بتاعها ان ذا سيم دايركشن معنى كده ان الاثنين ديفيوجن كرنز في نفس الاتجاه اه في نفس الاتجاه طب الديفيوجن اللي حصل ده للالكترونز وهولز هيسبب ايه تعال نرجع شويه كده ورا كنا احنا قلنا الان تايب ماتيريال دي نيوترال صح ولا يا جماعه نيوترال انا عندي الاتومز بتاعت السيليكون نيوترال وحطيت دونرز نيوترال فهي نيوترال. الدونرز لما حطيتها جوه حد يعرف يقول لي ايه اللي حصل؟ لما انا كنت بحكي لكم كده حكايه واقول لكم ايه؟ اقول لكم انا كده حطيت دونرز في السيمي قلنا جوه دي بتتحول لايه الدونرز دي؟ اربعه بيسدوا الاماكن وواحده بتبقى فري اه يعني بتتحول و... والكترون بيبقى فري صح؟ تمام يعني هي بتتحول هي خلاص الالكترون الخامس اللي, اللي كان معاها ده سابها فهي اتحولت لبوزيتيف ايون والكترون طب ايه رايك ان الالكترون ده في المنطقه اللي هي ان تايب ساب المنطقه كلها وهاجر راح للمنطقه الثانيه معنى كده ان دي بلس ديت مش هيبقى فيه الكترون حواليها يخلي نقول ان المنطقه متعادله ما هو المنطقه الان تايب نيوترال ليه؟ لان اه في الكترونز الفيفث الكترونز ديت فري بس حوالين البوزيتيف ايونز في نفس المنطقه واحد منهم ساب المنطقه خالص وراح في حته ثانيه بعيد معنى كده ان المنطقه دي ظهر فيها بوزيتيف تشارج من غير الالكترون الخامس بتاعه صح ولا ايه؟ ايوه تمام فعشان كده نتيجة الالكترون ديفيوجن بتاع الالكترون كل الكترون يحصل له ديفيوجن يسيب بوزيتيف ايون من غير الالكترون الخامس بتاعها ونفس الكلام بالنسبه للهول اللي هتيجي من البي تايب n تايب هتسيب نيجاتيف فقال لي بيظهر لي منطقه حوالين الجانكشن اللي في النص دي اسمها الجنكشن فيها بوزيتيف ايونز اونلي ونيجاتيف ايونز في البي side اونلي يبقى هيظهر لي منطقه فيها بوزيتيف ايونز اهي في ناحيه الان سايد ونيجاتيف ايونز ناحيه البي side نتيجه ان الهولز سابها ساب المنطقه دي طيب اتشارج بوزيتيف واتشارج نيجاتيف على طول يتولد ايه او يتكون ايه electric field من البوزيتيف للإيه يا جماعة للnegative وجود electric field كده يبقى في current اسمه drift على طول اتجاهه فين الدريفت من غير تفكير in the same direction of the electric field يعني كده الجي ان دريفت والجي بي دريفت كده واحده اقول لي ايه ده يا دكتور ده الجي ان دريفت والجي بي دريفت ده عكس الديفيوجن كارنت اللي فوق معنى كده ان انا هاجي في لحظه انا كاني وصلت الان والبي مع بعض فهاجي في لحظه هلاقي الكرنت بتاع الدريفت قد الديفيوجن وعكسه في الاتجاه فالتوتال كارنت يبقى بكام نت كارنت يبقى بكام بزيرو طب ما طبيعي هو ينفع اصل في ناس بتفتكر انتوا عارفين يعني انا شغال عند نقطه زيرو دي حاطط فولتج بزيرو فكران بزيرو في ناس بتفتكر ايه ان هي لما تروح تشتري دايد ها يمشي كرنت ديفيوجن عالي فتقدر تستغله وتحط مقاومه مثلا او اي لود تشحن بيه بقى موبايل تطلع باور بقى تشحن موبايل تشغل اي حاجه طبعا ما ينفعش لان احنا في حاجه اسمها كونسرفيشن اوف انرجي هل ينفع ان انا اطلع طاقه من غير حاجه <applause> لا طبعا عشان كده كان ايه كنا ساعات يجي يبقى واحد قاعد في مكتبه ويجي لي واحد يقول لي ايه انا عايز اقول لحضرتك بس انا عملت اختراع واحد مش مهندس يعني ناس من بره وانا هسجله باسمي ومش عارف ايه اقول له ايه الاختراع يقول لي انا بشغل من غير حاجه خالص من غير طاقه يعني ما بستهلكش طاقه وبطلع اه وبطلع اه قلت له مستحيل طب مستحيل لازم يبقى في انرجي موجوده لازم انرجي تبذلها في انرجي موجوده عشان تحولها من صوره لصوره اوكي انما انت تطلع أو طاقه او اوتبوت وزاوت وزاوت انرجي انبوت لا طبعا فده اللي حصل ان احنا هنا جايبين الدايت الدايت ده اوكي يا جماعه ما قلنا مش حاطين اي فولتج فنشأ يبقى البروسيس كالتالي اول حاجه اول ما حطيت الN ان كونتاكت بقى فيه ديفيوجن كارنت نتيجه الديفيوجن ده اتكونت لاير تشارج بوزيتيف وتشارج نيجاتيف نتيجه التشارجز ديت بقى فيه الكتريك فيلد ومش الكتريك فيلد وبس ده فيه بقى فرق جهد كمان تخيلوا ما هو بي لو انت عندك حته ايدك اليمين فيها تشارج بوزيتيف وايدك الشمال فيها تشارج نيجاتيف طالما اتكون بينهم الكتريك فيلد يبقى كده فيه فرق في الفولتج هو مش الالكتريك فيلد ده طبيعي بيبقى جاي من البوزيتيف للنيجاتيف صح ولا ايه يبقى في كده فرق فين في الفولتج اسمه ايه الفرق ده حتى مرسوم اهو ليه اسماء كتير هو الرمز بتاعه فاي نوت ساعات بنسميه بوتنشال داخلي بيلت ان بوتنشال ساعات بنسميه بارير فولتج ساعات بنسميه كونتاكت فولتج كل ده حاجه داخليه بيبقى موجود هل انا اللي حطيته يا جماعه ده لا ده ده اتكون اوكي اتكون اه, نتيجة الديفيوجن اللي حصل للالكترونز والهولز اتكونت تشارج وبالتالي بقى في electric field بقى في كده potential داخلي اسمه بيلت ان بوتنشال اوكي تمام والبروسيس تقف والدريفت اللي اتكون ده يبقى عكس الديفيوجن وكل حاجه تقف ويبقى في المنطقه اللي هي فيها charges ديت اوكي اتكونت وليها ويت معين اسمه أولاً المنطقة دي اسمها ديبليشن region كلمة ديبليشن معناها إيه يا جماعة كلمة ديبليشن ديبليشن يعني free from فاضية فاضية من إيه ما فيهاش إلكترونز ولا هولز ما فعلاً ما هو المنطقة دي اتكونت لإن الإلكترونز بعدت فسابت positive charges والهولز بعدت الناحية التانية فسابت نيجاتيف فعشان كده المنطقة دي بيسموها ديبليشن region depletion region يعني ديبليشن يعني ايه يعني free from اني free from ايه mobile carriers اللي هي الالكترونز والهوز اوكي depletion region دي الوث بتاعها قد ايه احنا عند الكونديشن بتاعنا ده اللي هو الفولتج بزيرو بنسميه WD0 يعني WD الوث بتاع depletion region at voltage equal 0 اللي بنسميه unbiased يعني محتاجين بس نعرف هو الفاين نود دوت اللي يتكون البوتنشال ده قيمته قد ايه ومحتاجين نعرف الويت بتاع الديبليشن ريجون ده قد ايه ما واحد بيقول لي ايه هو مش ممكن البروسس دي تفضل مستمره وتخلي ال ان والبي ريجونز كلها ديبليشن ريجون طبعا لا لان على طول كل ما بيحصل ديفيوجن التشارج بتزيد فالالكتريك فيلد بيزيد فالدريفت بيزيد, بيزيد فعلى طول ايه قيمته تزيد تبقى بتساوي الدراع الديفيوجن على طول ويبقى النت كارن بيزول فالويت طبعا اوكي هديكوا اكسبريشن ليه وهديكوا اكسبريشن تطلعوا كمان قيمه مين الفاينوت اهو نوت اللي هي البيلت ان بوتنشال بتساوي في تي ثيرمال فولتج لين ان ايه ان دي على ان اسكوير زمايلكم في المحاضره اللي فاتت اديتهم كده كيس قلت لهم حطوا ان ايه اللي هو ايه ايه هو ال ايه ده الاكسبتورز اللي احنا عملنا بيها البي تايب والان دي دي الدونرز اللي ايه اللي ايه اللي, عملنا لها دوبنج في سيمي كوندكتور وايه عملت لي الان تايب والان ايه هي ان اي ايه هي ان اي ان اي بايه ان اي ايه هي الرقم بتاع المالتيبيكيشن ده ده اللي كان كونستنت ان اي اه اللي كنا قلنا هي قيمه ال ان اور البي لو الماتيريال بيور انترنسك فاكرين لو الماتيريال انترنسك اللي زي ما انت قلت كده ان المفروض ال في البي اوكي ايكوال ان اسكوير اللي اسمها الماس اكشن لو طيب لو احنا عوضنا ان ايه وحطيتها لكم فور اكزامبل مثلا 10 باور 16 وان دي 10 باور 16 وان اي 10 باور 10 وجبنا اللين وضربناها في تي اللي هي 25.9 ملي فولت طلعت فاينود بكام؟ 0.715 فولت يعني 7 من 10 .7 فولت الرقم ده مهم جدا هنستعمله كتير خلي بالكم الفاين نوت دي مش بطارية خارجية دي بطارية نشأت داخليا نتيجة ظهور تشارج بوزيتيف وتشارج نيجاتيف بقى في بينهم فرق في البوتنشال قيمته فاين نوت اللي هو 0.7 واضح الكلام ده؟ مهم جدا دكتور ابراهيم اتفضل يعني الفاين نوت دي موجوده على طول سواء انا موصل او لا يعني هي موجوده حتى وانا مش موصل صح ممتاز موجوده على طول يعني وانت لو نزلت دلوقتي رحت اشتريت دايت جواه فرق بوتنشال اوكي اراوند ال 0.7 اعمل ممكن يبقى 0.6 ممكن يبقى 0.7 ممكن ممكن بوينت على حسب قيم ال ان اي ان بس جميل. في الرينج ده كده موجود اوكي فرق من هنا لهنا. طبعا البوزيتيف في الان سايد بيبقى له كفولتج اعلى من هنا فعشان كده لو خدت دي زيرو فكان هنا في فولتج هنا عالي. ده بنسميه barrier potential او barrier voltage او كونتاكت فولتج او بلت ان فولتج او بلت ان potential. تمام. طب الويت بتاع الديبليشن region يا دكتور قد ال ايه؟ الويت بتاع الديبليشن region يعني المسافه من النقطه دي للنقطه ديت المسافه دي قد ايه دبليو دي, دي نوت بتساوي ايه بقى اهو بتساوي سكوير روت 2 ابسلون على كيو ابسلون للسيمي كوندكتور بتساوي ابسلون نوت للإير في الريلاتيف بيرميتيفيتي طبعا انتوا عارفين الابسون اسمها ايه بيرميتيفيتي ف نوت ليس سماحيه يعني الإبسلون نوت لها قيمه معروفه كونستنت 8.8 5 4 تايم سيم باور نيجاتيف 12. إبسون ار دي بتعتمد على الماتيريال، والله لو انا بتكلم عن هواء ايبسلون ار بواحد. لو بتكلم عن سيليكون إبسون ار 11.7، وطبعا هدى لك جيفن. فانت بتعوض ب نوت في وإبسون ار هنا على الكترون شارج تضرب واحد على ان اي زائد واحد على ان دي في فاينوت، فاينوت احنا اوريدي خلاص جبناها. لما نعوض بالحاجات دي بيطلع الويت بتاع الديبليشن ريجون حاجات بالمايكرون بقى. يعني من مايكروميتر يعني ايه مضروب حاجه اوكي آه بالمايكرو انا بقول لكم ليه؟ لان بيجي في الامتحان مثلا الريليشن معروفه اهي جاست انت بتعوض بس يجي واحد يطلع لي الدبليو الويت بتاع الدبليشن ريجن بالكيلو متر او بالمتر هل ينفع؟ وايه كمان بقى without اي كومنت مفيش خالص مفيش حد مفيش اي حاجه بيكتبها فبزعل بقى <applause> أنا مش عايز اسع إحنا ليه بقى؟ إحنا المفروض، أوكي، على فكرة اللي بيطلع حاجة غلط وبيكومنت عليه ده معناه إن هو فاهم إن المفروض ما تطلعش كده وحصل غلط في الكالكوليشنز بتاعته فده بياخد درجات طبعًا. إنما طلع لي رقم غلط، أوكي من غير أي حاجة أي كومنت عليه فطبعًا بزيرو. ما ينفعش. نقطة أخيرة تلاحظوا إيه؟ الريكتانجل ده المستطيل ده الاريا هنا لو جبتها قد الاريا هنا عشان كده فعلا لما بتتكون ديبليشن ريجن اللي تشارج بتبقى قد الايه يا جماعه قد النيجاتيف التشارج البوزيتيف التوتال تشارج هنا بتساوي التوتال تشارج هنا حتى لو مش نفس المسافات مش مشكله بس في الاخر لازم اللي تشارج التشارج التوتال هنا تساوي التشارج التوتال هنا دي بنجيبها ازاي من الاريان الاريان بتساوي الاريان معناه ان الشارج هنا قد هنا ما هو فعلا ما هو الالكترونز اللي حصل لها ديفيوجن دي ما راحتش بقى يعني بره الماتيريال لا ده راحت في البي سايد والهولز اللي جايه من البي سايد راحت فين للان سايد صح كده اه يعني في الاخر الدايت كله نيوترال يعني في الاخر هو نيوترال برضه يعني الديبليشن ريجن تبقى نيوترال اوكي يبقى لازم البوزيتيف تشارج تساوي النيجاتيف تشارج اوكي واضح حد يري اي سؤال لغايه دلوقتي تمام بصوا هنا بقى انا عندي في منطقه طبعا لسه في اللي موجوده في الان تايب فيها الكترونز كتيره قوي الالكترونز دي واقفه هنا ومش قادره يحصل لها ديفيوجن ليه لان قلنا في دريفت كارنت او في الكتريك فيلد بيسبب دريفت خلى الديفيوجن خلاص مفيش وقف الديفيوجن فالتوتال كارم ونفس الكلام بالنسبه للهولز فبقول للناس ايه؟ اعتبر الديبليشن ريجن ديت كانها بالظبط اعتبر الهولز والالكترونز كانها اشخاص واقفه على اوكي ضفتين كانل كده ترعه هنقول يعني قناه كده بتاعت ميه، واحد واقف في الناحيه دي واحد واقف في الناحيه دي ومش قادرين يعدوا، ده مش قادر يعدي كده وده مش قادر يعدي كده. طب نعمل لهم ايه عشان يعدوا ده بالنسبة لنا احنا نعمل بايسنج احنا كل اللي انا قلته ده without bias يعني الفولتج بكام زيرو طب ايه رأيكم لو عملنا حطينا فولتج فورورد يعني عملنا فورورد بايس يعني حطينا البوزيتيف على الانود والنيجاتيف على الكاثود بالشكل ده كده ايه اللي يحصل المنطقه البي تايب فيها هولز كتير جدا الهولز هتروح في ناحيه البوزيتيف ولا تروح عكس تمشى ازاي الهول ها الهولز هتمشي أه؟ ازاي الاتجاه اللي مرسوم ده تبعد هتعمل البق يعني البوزيتيف ده هيخليها ايه يعمل لها بوشنج يخليها ايه يتجه يعني بوشنج تواردس ذا ايه ديبليشن ريجين تروح من اتجاه ناحيه الديبليشن طب الهول اللي رايح ناحيه الديبليشن هيقابل ايه في الديبليشن ريجون الهول اهو رايح للديبليشن جاي كده هيقابل ايه في الديبليشن ريجون الناس اللي واقفين دول اه ما لا 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 جوه بقى الديبليشن ما هو الهول دوت واحد من الناس دي قابل بوزيتيف نيجاتيف ايونز هول مع نيجاتيف ايون يحوله لايه الهول مع نيجاتيف ايون يحوله لايه ونفس الكلام على اليمين الالكترونز الالكترونز اهو في لما اعمل فورورد بايس هتيجي هتروح ناحية الديبليشن هتقابل بوزيتيف ايونز. البوزيتيف ايونز دي مع الإلكترون تتحول لإيه؟ هو البوزيتيف ايونز دي اتكونت أصلاً بقت موجودة بوزيتيف ايون ليه؟ لإن الإلكترون سابها صح ولا إيه؟ مش كده؟ مش إحنا قلنا في الأول. طب الإلكترون بقى رجع لها تاني. واحدة من البوزيتيف ايونز ديت الالكترون رجع لها. فعلى طول ما بقتش ايون، بقت إيه؟ نيوترال <applause> حلو فاروح لغيها من الديبليشن لان الديبليشن دي فيها ايونز بس هو تعرفها ان هي فيها ونفس الكلام الهول اللي هيروح مع نيجاتيف ايون هيحوله لنيوترال اتوم ايه ده معنى كده ان التشارج اللي على اليمين ولا على الشمال بيقله يعني الويت بتاع الديبليشن ريجون بيحصل له ايه امم الويت بتاع الديبليشن ريجون كده بيحصل له ايه بيقل بيقل ايه ده يعني في الفورورد يا دكتور الويت ده بيقل اه يعني عايز تقول لنا ان الكنال دي الويت بتاعها قل فالناس اللي موجوده دي تقدر كده تعدي لان انت قللت لها المسافه صح تقدر تعدي ان الالكترونز تقدر تعدي من الان تايب للبي طيب يحصل لها ديفيوجن يعني والهولز تقدر تحصل لها ديفيوجن من البي تايب للان تايب اه طيب الديفيوجن ده يسبب ايه بقى كارنت يسبب كارنت اتجاهه ايه الكارنت حد عارف يقول لي الالكترونز هتمشي من الشمال لليمين من اليمين اللي للشمال من تايب والهولز تمشي من البي تايب للان تايب ده هيسبب كارنت في اي دايركشن مم. هيسبب كارنت في اي دايركشن هو المفروض من الشمال لليمين عشان ده صح مع الهولز وعكس الالكترونز يبقى من الشمال لليمين وكارنت كبير اهو وهتلاقوه ماشي مع البطارية يعني مع الثيركت ثيوري او الثيركت اناليسيز اللي انتوا خدتوها ان لو في باتري المفروض الكرنك خارج منها او صح كده ماشي يبقى احنا كده شغلنا مظبوط يبقى اذا في الفورورد اللي بيحصل ان انت بتصغر الديبليشن ريجون اوكي وعايز اقول لكم حاجه ما قلتهاش حتى في المحاضره اللي فاتت الديبليشن ريجون دي بارير بالنسبه لنا بارير اللي هو ده ما بقول لك كده قناه او ترعة ليها ودث معين، انت قللت فقللت البارير فقدرة الالكترونز يحصل لها ديفيوجن والهولز يحصل لها ديفيوجن ويسببه قرن كبير. واضح؟ طب اسال سؤال بقى اسال سؤال كده نشوف حد يقول لنا عليه بسرعه. هو ايه احسن قيمه احطها للفي فورورد؟ تعمل ايه؟ تسبب ايه؟ أنا عايز أخد قرن أنت عالي جدا، أعمل إيه؟ شيل <applause> حلو جدا، أنا عايز أحط الأي دي بتاعك، قول لي 20 بي 7049 معناها يا جماعة إن إحنا نردمها خالص، نقفل مفيش ديبليشن مفيش ديبليشن طيب احطه قد ايه قيمته كام الفي اف ده احطه قيمته كام عشان يلغي الدبلش هل احنا عارفين الكلام ده اه نعرفه لو واحد فكر فيكوا ثانيه سن... كده هيعرف هو ايه البطاريه اللي احطها بره قد ايه اللي تخلي الدبليشن بزيرو م. فاي نود شاطر جدا 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 نحط الاي دي بتاعك برضه قول لي الاي دي بتاعك 20 بي 2 3 9 كام؟ ما سمعتش الرقم 3 9 2 3 3 9 اه تمام صح ليه بقى؟ لاني لو انا بصيت للاكسترنال باتري اللي هي الفي فورورد والانترنال باتري اللي هي فاي نوت هنلاقيهم عكس بعض هما بارل فالنت بوتنشال هو الفرق النت بوتنشال بيبقى ايه الفرق بينهم فالفرق ده انا عايزه بزيرو عشان ما يبقاش فيه خلاص ديبليشن ريجين خالص وده السبب ان احنا بنيجي نقول ايه انا نفسي في الفورورد انا عايز اجيب اكبر قيمه للكارنت فنفسي ايه احط بطاريه قيمتها ايكوال فاينوت هو انا الحقيقه بقى بيني وبينكم كده هو انا لما بروح اشتري دايت انا عارف فاينوت بالظبط بكام؟ ما هي بتعتمد على إني ايه والان دي وعمر ما في شركه بتنتج الكترونكس هتقول لك سرها تقول لك بالان ايه بكام دي بكام؟ امال ايه يا دكتور؟ ده ده حاجه يعني حتى لو الفاينوت مثلا 0.7 هو انت عندك السؤال التاني هو عندك باتري 0.7 لا ده اكبر اقل حاجه واحد ونص فولت امال بنعمل ايه يا دكتور انت تعرف ان انت لو الواحد ونص بولت حطيتهم دايركت على الدايل ايه اللي يحصل من اول خلي بالك انا لو ما بحط البطاريه 0.7 كده لغيت الدبلاش فاحنا قلنا ايه دي اللي كنت قلت عليها ان انا كاني بالظبط شغال والدايل كانه في الاخر مقاومه صغيره جدا ايه ده يا دكتور يعني الكرنت كل ما بزود الفولت اللي حطيت بطاريه كبيره الكرنت هيبقى مهول فالاي في ال V اللي الباور عاليه جدا الباور على طول بتحول لحراره الحراره دي بتاثر على الاداء بتاعه وممكن يحصل له فيلير وده اللي بيحصل فعلا هو الفيلير ازاي اسهل حاجه انا الاسلاك اللي بوصلها الداخليه اللي بوصلها بالسيمي كوندكتور اللي بطلعها في صوره انود وكاثود دي انا لحمها جوه ممكن الحرارة العالية دي تخلي اللحامات دي تفك وبالتالي خلاص ما بقاش نقدر نستعمله فبنرميه طب ازاي يا دكتور ان انا اضمن ان الفولتج اللي على الدايد مجرد هو ايكوال فاينوت بس في الفورورد ده السبب وخلي بالكم كل الابلكيشنز اللي انا اخدها بصوا كده على الدايد هتلاقوا ما ينفعش احط بطاريه على دايد دايركت لازم احط معاه مقاومه سيريز وظيفه المقاومه ايه انها تحمي الدايد لان البطارية دي لو خمسة فولت زي السيركت البطارية دي خمسة فولت الدايد محتاج بس 0.7 عشان يوصل للأوبتيمم كونديشن بتاعه في الفورورد بقيت الفولتج بتاع الباتري فين على الار عشان كده اللي بيحدد الكارنت اللي ماشي هي الار فبيسموها كارنت ليميتنج Resistor هي بتلميت الكارنت بدل ما الكارنت راح لانفينيتي لو الب... لو الفولتج ابلايد على طول على الدايد لا وجود المقاومه دي بتخلي الكارنت ليميتد اوكي وفي نفس الوقت احافظ على الدايت ما يحصلش باور ديسيبيشن عادي يبقى في اي سيركت فيها دايت لازم وجود مقاومه يا جماعه مقاومه تبقى موجوده سيريز مع الدايت اوكي وبنسميها كارنت ليميتنج ريزيست طب ما واحد يحكي لي الحكايه دي بقى في الريفرس ها مين اللي يحكيها لي في الريفرس احنا برضو لو في الريفرس انا حاطط ازاي نيجاتيف على الانود وبوزيتيف على الكاثود على فواضح هنا ان الهولز هتتجه ناحيه النيجاتيف ساين نيجاتيف بولاريتي فهتبعد فهتسيب ايه نيجاتيف أونز كتير كل ما هول يمشي يسيب نيجاتيف ايون فالديبليشن ناحيه الايه في البي سايد هتزيد ونفس الكلام إلكترونز تروح للبوزيتيف فهتسيب بوزيتيف أونز ايه فالديبليشن تزيد يبقى ان جنرال الويت بتاع الديبليشن زاد عن اي حاله بتاعه مين الامبايرز كيس يعني كانك حضرتك الترعه ديت زودت الويت بتاعها حفرتها اكتر فكده كده الالكترونز شاء مش يحصل لها ديفيوجن صح؟ امال ليه في كرن صغير قوي في الريفرس؟ جه منين؟ مع ان احنا قلنا الالكترونز مش هتقدر يحصل لها ديفيوجن وتدي كرن. حد يقدر يقول لنا كده ممكن يكون الكرن ده نتيجه ايه؟ مين يقول اقول لكم انا هو لما عندنا كده لما عندنا انا عندي الكتريك فيلد اهو كبير الالكتريك فيلد ده خلي بالكو ممكن يسحب او يخلي الهولز اللي هنا على اليمين تتحرك في اتجاه وتمشي كده والالكترونز تتحرك عكسه تمشي كده طب الهولز اللي هي موجوده هنا دي ماينورتي ولا Majority؟ الهولز اللي موجوده في الn تايب دي ماينورتي ولا Majority؟ ماينورتي <applause> فقليله فاذا ممكن يبقى في فلو او دريفت كارنت ديو تو اه بس والماينورتي قليله فبالتالي الكارنت ده قيمته صغيره قوي اللي احنا بنسميه اي اس وده اللي احنا بنجلكت الفاليو بتاعه تقريبا فين في ال-Reverse واضح يا جماعه اوكي okay. يبقى الاي اس ده ديو تو the ايه دريفت فاحنا كده فهمنا يعني ايه فورورد بايس يعني ايه reverse وتاثيره ايه على الويت بتاع الدبليشن ratio وده السبب ان احنا في الفورورد الريليشن بتاعتنا اكسبوننشال ويبقى كارنت عالي جدا بيزيد انتوا عارفين الاوبتيمم اللي انا كنت بقول عليه ان انا احط فولتج في الفورورد ايكوال فاي نوت اني نقطه اللي هي اخر نقطه يعني بصوا حتى انا في سهم اهو بقول لكم اخر نقطه دي هي دي الاوبتيمم كونديشن في الفورورد يعني انت لو حطيت فولتج بالقيمه دي تديك كارنت عالي جدا في الايه بس ما تحاولش تزيد عنه لان لو زدت عنه ممكن الريليشن طبعا مش هتبقى اكسبوننشال كان البي ان ال ده هيبقى كانه مقاومه صغيره فيحصل ان هو ممكن زي ما قلنا هيحصل في ال طيب وفي الريفرس احنا اتفقنا كده السؤال بقى اللي جاي هو انا دلوقتي لو انا عندي دايد ومقاومه وبطاريه واضح ان البطاريه ديت هتخلي الدايد ده فورورد صح صح وطلبت منك تجيب لي الاكزاكت فاليو اوف ذا كارنت خلي بالكو ده لوب واحد فالكارنت اللي بيمشي في اللوب دوت قيمه ثابته اللي هو اي دايد وطلبت منكم تجيبوا قيمه مين الكارنت ده نعرف نجيبها اه احنا شاطرين جدا في السيركس يا دكتور يعني لو عملنا الاول كي في ال فالفي باتري ايكوال في دايت الفولتج على الدايد زائد الفولتج على المقاومة الفولتج على المقاومة اللي هي ايه اللي هو اي دايد اللي هو نفس الكرنت بيمر فيه في الار طب كده في ريليشن بين اي و وفي دايت محتاج ريليشن تانية من اللي هي بتاعت الدايد نفسه اي دايت ايكوال اي اس اكسبوننشال في دايد على في تي ناقص واحد دول معادلتين وحل بقى الاتنين مع بعض طبعا لو معكش كالكوليتر تحل هتضطر تشتغل ايه تعمل ترايل اند ار طب ده لو ضايد واحد اما لو اتنين دايد لو ثلاثة ضايد لو, لو عشرة لو عشرين هتعمل ايه في السيركت ده الواحد بتشتغل بالترايل اند ار وكمان نقطة تانية هل واحد تكنيشن اقول له اقدر اقول له الكلام ده انت جيب لي قيمة اوكي حط لي الاكسبوننشال ريليشن وعوض مع الريليشن بتاع كي بي ال وطلع لي الايضا دوت صعبة جدا طبعا امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبسط الكاركترستيك يبقى من من دلوقتي انا هتكلم ازاي نتعامل مع الدايد از ا سيركت ايليمنت از ا سيركت ايه؟ ايليمنت ان احنا بنعمل لينيرايزيشن للكاركترستيك ازاي؟ ان انا باخد زي ما انا عامل كده فوق التانجنت للكاركترستيك من اعلى نقطه وانزل انزل انزل هقطع هنا في نقطه النقطه دي بسميها في طب سؤال هل نقطة التقاطع دي هي نفسها الماكسيموم بوينت اللي هي الفاي لا طبعا أقل منها. وبعد كده بأسيوم من المنطقة اللي اللي دي من الفورورد المنطقة دي تقريبا الكرن فيها تنسو زيرو والمنطقة دي الكرن تنسو زيرو فبهمله فكأن الكرن بزي بزيرو كده. فبقى عندي تو ستريت لاينز واحد في كرنت فبيسموا المنطقة دي اون وواحد الكرنت فيه بكام يا جماعه؟ يعني ايه هنا؟ الكرنت هنا بكام؟ انا اعتبرته بكام؟ في الابروكسيميشن اللي انا عملته. بزيرو. اه فهي اوف. فكان الكرنت خلاص بقى الاي في كاركترستيك بتاعت الدايت اتحولت من فورورد وريفرس لون واوف. طب ايه الكونديشن يا دكتور بتاع الاون؟ ان انت تكون حاطط فولتج في الفورورد. اي قيمة لا لازم تكون اكبر من التقاطع ده اللي هو في جاما اسمها اي في جاما الكات ان فولتج اللي بتقطع يعني الفصل بين الاون والاون طب لو الفولتج اقل من في جاما يبقى اوف حتى لو انا فورورد اه يعني بص المنطقة دي كده من الزيرو لغاية الفي جاما مش انا كده فورورد من زيرو لغاية في جاما مش انا كده فورورد بس اوف ولا اون في الابروكسيميشن بعتبر المنطقة دي اوف ولا اون approximation of of فخلي بالك يبقى الدايت as a سيركت اليمنت هو اون on اون off اون يعني في كارنت بيمر اوف يعني كارنت بي زيرو اوكي وده اللي هيخلينا ان شاء الله نبتدي بقى في السيركت اناليسز ان احنا خلاص الدايت بتاعنا لو انا اتاكدت ان هو اون اقدر اقول ان هو كانه اوكي هنشوف طبعا وانتم عارفين ان لو عندي ريليشن بين كارنت وفولتج لينير يبقى الاليمنت ده ايه حد عارف علاقه بين كارنت ريليشن بين كارنت وفولتج لينير يبقى الاليمنت ده ايه اللي انا بتكلم عنه ريزيستنس ممتاز فعلا خلاص هو ده الحل ان في الاون الدايت كانه مقاوم وفي الاوف الدايت كانه حد يقول بسرعة؟ ايه الحاجة اللي الكرنت فيها بزيرو وبتحط عليها اي فولتج؟ سويتش ايه ايه؟ السويتش يعني هو مقفول؟ اه اوبن يعني قصدك مش كلوزد الاوبن سيركت يعني الاوبن سيركت الكرنت اللي فيها بزيرو بس تسبورت اي فولتج عادي فمعنى كده ان الدايت بقى ايكوفيدنت للحاجات دي خلاص هو ده اللي ان شاء الله هنشتغل عليه فهنضطر نقف بس لغايه دلوقتي هنشتغل عليه من المحاضره الجايه اللي هو الدايت از سيركت ايليمنت كابلكيشنز بقى هندخل فيها واناليسز اوكي وهتلاقوا الدنيا ظري يعني سهل يبقى احنا كده فهمنا ايه ليه البيهيفيور بتاع الدايت في الفورورد بيدي الكرنت الكبير ده وفي الريفرس الكرنت تقريبا بزيرو اوكي ان شاء الله المره الجايه هنبتدي بقى في الاناليسيز بتاعت او الايه اللي هو الابلكيشنز بتاعت الدايت ونعمل لها اناليسيز ونشوف الايه الكلام ده وفي المعمل بقى هتعملوا الكلام دوت اوكي او جزء منكم يمكن عمله فهتبتدوا بقى تقارن بين اللي احنا بنعمله في المحاضره وبين اللي انت بتطلعه في اللاب او تحله في الشيت. حد ليه سؤال لغايه دلوقتي؟ يبقى. اه يبقى الدايت از سيركت اليمنت بنتعامل معاه ازاي كانه عباره عن تو ستريت لاين حاجه ثانيه لو يوم الأربع اوكي اللي جاي يعني احتمال يكون عندي حاجه الصبح فممكن نخلي المحاضره في وقت متاخر شويه قلت لي ما فيش مشكله عندنا صح احنا النهارده عندنا جامعه هنكون في الجامعه من الساعه 11 لحد الساعة خمسة ونص أو ستة. آه انتوا في الجامعة. أيوه أيوه, أيوة. أوكي خلاص. أنا لو في أي حاجة على ال على على التيم هكتب لكم بس كده نوت. أوكي وقولوا لي الوقت المناسب لكم كمحاضرة لو حصل ظروف يعني. إنما لو ما حصلش مش هتلاقوني كاتب حاجة. اوكي يعني سواء النهارده بالليل ممكن امبارح بالليل تلات بالليل الخميس بالليل يعني الوقت المناسب لكم اي وقت مش مشكله تمام <applause> يا اوكي شكرا ماشي يا جماعه